معانا تليفون. مريم، الو، اهلا يا مريم، ازيك؟ اهلا بحضرتك يا استاذه سيدي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي. دكتور، كان عندي بس مشكله جلد الوزه، وبيطلع لي شعر تحت الجلد وحبوب كتير وبقع بعد ازاله الشعر. انا كنت عايزه اعرف اعالج الموضوع ده ازاي. اوكي، شكرا يا حبيبتي على المكالمه. شكرا. طيب، هي كانت بتتكلم عن مشكله جلد الوزه، وبتقول ان بيطلع لها حبوب وبيطلع لها بقع تقريبا، قالت كده. طيب، مشكله جلد الوزه في ناس كتير بتشتكي منها وتقول لك بيطلع لي شعر تحت الجلد. حلها يا جماعه، الحل الوحيد ليها تقريبا هو ازاله الشعر بالليزر. تمام، ده الحل او ده العلاج. الحبوب اللي بتطلع لك دي مع ازاله الشعر دي بتبقى سببها التهاب في بصيلات الشعر نفسها، هتفضل تطلع مع ازاله الشعر. انا ممكن اهديها شويه ببعض الكريمات، 3 4 ايام باخد كريم معين بيهدي لي الدنيا شويه، بس هتفضل تطلع لان السبب برضو لسه موجود. دي الحبوب. البقع بقى البني اللي هي بتتكلم عنها، انا عندي اي حبايه او اي التهاب في الجسم بيحصل بيطلع زيش او احمر، بيرجع لما بيخف بيسيب علامات بني، حاجه اسمها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، اللي هي تصبغات ما بعد الالتهاب. فالبقع البني دي هي تعتبر الاثر اللي بتسيبه الحبايه اللي بتطلع. علاجه سهل قوي، علاجه اي جلسه تقشير، خلطه كريمات تفتيح فيها بعض المواد بنديها لو الحاله بسيطه، فدي ما قلقش منها. هو الفكره ان طول ما المشكله برضو موجوده هيفضل يطلع لي الحبوب وهتفضل تسيب لي قعدي، فانا لازم احل المشكله واعالج البقع اللي طلعت في نفس الوقت. عشان كده بننصح دايما ان اي حد عنده مشكله يا ريت ما نروحش مثلا نختار اي نوع كريم تفتيح او اي نوع كريم مش عارفه ايه، لا، نروح لدكتور متخصص جلديه يبقى فاهم على طول، يشوف يشخص ده سببه ايه، لان تفريعات كتيره، يعني في حاجات كتيره احنا شخصيا مش نبقى عارفينها، دايما اللي دارس بيبقى هو اللي عارف يوجهنا للصح. فاحلى حاجه في ميك اوفر ان في دكاتره كتير بيقدروا في كل التخصصات يشخصوا الحاله مشكلتها ايه ويوجهوهم لبعض. يعني مثلا ممكن مثلا دكتور عبير تشوف لا انت مش عندي مثلا حالتك، تروح لدكتور كذا. صح. فايه انتوا تيم لا، شغالين وبتحصل هناك. كتير لما بتجيلي مثلا واحده وهي اوفر ويت جدا وجايه عايزه مثلا طالبه جهاز الاوندا، عايزه اخس، سمعت عن البادي كونتورنج بالاوندا، عايزه اعمل اوندا. فلا طبعا، في ليميتس معين. يعني انا لو جاي لي مثلا قادره امسك الدهون، طبقه الدهون كده بين ايدي او المسطره قادره تقراها اشتغل عليها بالاوندا، مفيش مشكله. طب جاي لي واحده اوفر ويت ووزنها مفيش حته معينه امسكها، لا، بحولها طبعا على حد نيوتريشن موجود في نفس الكلينيك واقول لها لا، احنا لازم نعمل دايت، ما ينفعش معاها وقتها الجلسات. ما هو ده احسن. عندنا برضو جراحه تجميل، وعندنا زراعه شعر، وعندنا اخصائيين نفسيين، وعندنا اشخاص للعنايه بالبشره، فعندنا كل التخصصات تقريبا. ما شاء الله. فعلا انا عايزه اقول لك ان انا عرفت صدفه قريب، قرايبي، ناس من قرايبي راحوا لكم في ميك اوفر وما راحوش قالوا ان هم قرايبي هناك خالص. ليه؟ علشان هم كانوا عايزين يعني من غير اي تاثير خالص يعني، وانبسطوا جدا. مش عايزين توصي عليهم يعني؟ لا لا، مش عايزين توصيه، طب كانوا ليه؟ عايزين يروحوا عادي ويشوفوا الخدمه عادي، وانبسطوا جدا جدا. جميل، حلو قوي. عرفت بعد كده بقى. لا، المره الجايه بقى يعرفونا ان هم كانوا العملاء السريين. لا لا لا، كل المعامله تبقى دايما واحده لكل الناس، فدي احلى اكيد حاجه طبعا طبعا، لانهم انبسطوا، هما مش محتاجين اي توصيه اصلا طبعا.